بلاتيني بلاتيني فائع، أكيد فهذا غلط. مراحل بقى. فهي في كتالوج، بتختار الكتالوج، بنصح الكوفر، نعمل هذا الترتيب واحد، نعمل هذا، لا لا هذا اجمل، افتح بدرجه شوي عليك، شوفي كيف بيطلع عليك اجمل لإلك. فهي دائما بتاخذ الست، السيده تاخذ راي الكوفر والمختص في مجال الكيميكالز او مجال الشعر، بتقدر يعطيها اللون افضل لإلك. انا بدي اشتب خل علي معلومات، بدي اضل اخذ منك معلومات لاخر حلقه. بس ناخذ اتصال من دينا ونرجع نكمل حديثنا. هلو، صباح الخير دينا. هلو، الو، مرحبا، اهلا، هلا حبيبتي، صباح النور. تفضلي بس تعلي صوتك لو سمحتي. صباح النور، صباح الخير، كيفك؟ هلا، معلش، تفضلي. اكيد بدك تسالي مسيو خليل سؤال. مسيو خليل، ايوه بالضبط. اكيد، هيا معك، اهلا وسهلا فيكي، تفضلي يا ستي. بالضبط مسيو خليل، بدي اغلبك هلا بالنسبه للفراغات اللي بالشعر، يعني بنحط زيوت واشياء زي هيك، ما يعني طيب الشعر ايش في حل؟ يعني انت عندك فراغات في الشعر وعندك شيء هيك، أخدينا احنا بالنسبه للفراغات في الشعر كثير السيدات. شكرا لاتصالك سدينا وتابعينا كثير للاتصالات اللي عم تجينا، سواء على الهواء او سواء احنا بالسنتر خليل السيد، ببيوتي سنتر خليل السيد، بتجينا اتصالات على الفراغات وعلى الندبات الموجوده في الشعر. هلا مسي خليل، الضربات ان كانت طبيعيه او كانت مرض، يعني بنفع انه ازرع فيها شعر؟ هلا بنجاوب. اوكي، تكرم عيني. بالنسبه للفراغات في الشعر كثير كثير السيدات بتعرضوا للفراغات في الغره دائما. في الغرة كتير كتير بتعرضوا في المنطقة هاي، وفي ستات بكون شعرها اسم الله من هون من هون لتحت كتير ملان وكتير كويس، لكن الغرة عندها خفيفة، إذا راحت على السهرة بتعذب حالها وبتفرد شعرها وبترفعها لفوق وبدها تنفش شعرها وإشيك. وفي ستات مع احترامي لإلهم نطلب لربنا إنه يصير شعرهم كتير حلو أفضل من هيك، إنه هالست الشعر اللي عندها بكون خفيف أكتر من الخفيف، ما بتقدر تعمل شيء. في اليوم سرعات كثيره في زراعه شعر، بنقدر نزرع لها شعر وبنركب لها، نزرع لها 100% وناخذ بصيلات عند الاطباء وبزرعوا لها لهالشيء هيدا. وفي احنا عندنا بتكلفه اقل للزبونه، بنقدر نعمل لها مقدمه من هون لهون بالشعر، وما بتبين نهائيا لو تمشي وين ما يكون شعره ولا موصوله. لا، هذه بتيجي قطعه، بتيجي وينات قطعه صغيره هيك، بنحطها احنا على منطقه الغره بالطريقه هاي، وبركب الشعر بطريقه صحيحه علميه 100%، وبطريقه انه الناس ما بتعرف انها هالزبونه حاطه غره او حاطه كذا، الا اهل بيتها اللي يعني اللي قريبين عليها اللي متعودين عليها. بالنسبه للندبات، كثير من الصبايا باعمار 10 وباعمار 8 سنين بتكون تلعب بالبيت، بتنضرب بالبرده، بتقع من هون، بتقع من هون، بصير عندها فراغ 2 سم بالشعر. مهما زرعنا في المنطقه هاي بتكون حلمه البصيلات ما بتستعمل، الزراعة للحلمة ما بتستقبل هالبصيلة هذه جوا، فإحنا بنعملها بعملية التكنيك اللي حكينا عنه في الحلقات السابقة، سواء في نورمينا، في قناة نورمينا، أو في جيت وقتك يا خليل، أو مع أحلى مع خليل، إنه بنقدر نعملها بعملية التتواج، بنعبيها بلون مثل لون شعرها، وبنعمل لها بطريقة علمية صحيحة، وما بتبين إنها في فراغ في نفس الشعر. وكثير من الستات حتى الرجال، مع احترامي لهم، حتى للصلع للرجال، هلا الرجال بقول ليش ما بتحكي، لانه في كثير عندهم صلع من هون لهون، صلع وهالكم شعره من هون، واعمار صغيره 22 و23 و25، وشعره فجاه راح وفجاه كذا، فبنقدر نركب له شعر وبنقدر نعطيه سيستم معين للشعر، والناس تشوفه في منظر جميل جدا، والناس تقولوا له شو هالشعرات الحلوين لك. نكمل معك مسيو خليل، بس ناخذ اتصال. تماره بني صخر، صباح الخير. الو، صباح النور، كيفك؟ يعطيك العافيه، كيف حالك؟ الله يعافي عمرك، تفضلي. تماره، سامعتيني؟ اها، اول شيء بحب اصبح عليك وعلى اشكركم على هالبرنامج. اكيد بنشكر متابعتك كمان. كيف شايفه مسيو خليل معنا؟ فقرة مسيو خليل جيت بوقتك يا خليل. عم تستفيدوا منها عليك. معلومات؟ اها، هو بيعرفني وانا زبونة عنده اصلا يعني، بس الي عتب عليه. طب اغلبك تسمعيني من التليفون مش من التلفزيون؟ تفضلي، شو بتحبي تسألي مسيو خليل؟ زبونة من زبوناتك. بالنسبة لشعري، اني انا جيت عنده واخذت جلستين، وهو قرر لي 3 جلسات، وانا اخذت عنده جلستين، لكن هو بيعرف اني انا ما استفدت نهائيا، علما اني دفعت فلوس ويعني وتكلفت على الموضوع، لكن يعني هو عارف اني انا ما استفدت بالمره، واخذت كل نصائحه اللي حكى لي اياها،
بالنسبه للشامبو. طب هلا بشوف شو بخبرنا مسيو خليل. خليكي معنا تابعينا. خليكي معي على الهواء ست تمارا. كيفك؟ صباح الخير تمارا. صباح الخير. صباح النور. صباح النور مسيو. كيف حالك؟ طمنيني عنك. الحمد لله الله يسلمك. تمارا انت جيتيني انت واختك وعملتي عندي للعلاج بالشعر وللعنايه بالشعر، وانا بشكرك على الاتصال على الهواء اللي قادر افيدك اكثر، بس انت ما تواصلتي معي كثير وما رجعتي لي للوضع حيدا. انت جيتيني كان عندك شعرك ناشف، وانا قريت المسج اللي بعثتي لي اياه على الفيسبوك، وبشكرك على اتصالك معي وبشكرك على المسج اللي بعثتي لي اياه، ولكن كان شعرك انت تعبان كثير كثير، كان محروق حرق من الكيميكالز او من هيدا، وعندك فضاوه في الشعر كانت قويه جدا، فجيتي شرحت لك وعالجت لك الشعر في البدايه وقلت لي انت بالجلسه الثانيه. صحيح انت صادق، بس انا اخذت معك جلسه يعني احنا كويس، بس انت كمان ما تبعتيني يعني انت عملتي ما كملتي الكورس كامل. ما كملت الكورس تاعك، فانا لما انت ما تكمل الكورس تاعك. احنا اخذنا ثلاث جلسات، انت جلستين جلستين اعتقد جلستين اخذتي اخت تمارا. خلصنا جلستين بس انا ما استفدت ولا يعني ما انت ما حتستفيدي من اول وثاني جلسه، بدك تكملي الكورس كامل. متابعه على شعرك. شوفي انا كل الجلسات هو المحدد فقط. أخت تمارا في ستات هو عارف إنه حتى بين الجلسة والثانية أخت تمارا حتى نتائج تمارا على الجلستين لو سمحت حتى نتائج على الجلستين أخت تمارا في الموضوع أنك أنت اللي شكرا على تمارا على اتصالك. خليني بس أجاوبها. أنت بشكرك كمان مرة كتير اللي حكيتي معي على الهواء، بس أنت لما جيتيني شعرك محروق حرق، محروق من مادة الكيميكالز اللي أنت عملتيها على شعرك، والشعر في له استعمال كثير، يعني انت لما انت بتحطي كيميكلز كل يوم كيميكلز على شعرك على شعرك بعد ما هذا بده ينحرق. اي زبونه بتحط كيميكلز كثير على شعرها بده ينحرق. ما بتعالجنا اول مره ومرتين بدك، وانا يعني ما بقدر احط ايدي هيك واني اقول لك هي شعرك ممتاز، عملت لك اياه اول مره وثاني مره وثالث عملت لك اياه، وانت مش راضي تاخذي العلاج اللي لك المناسب لشعرك، فانا بشكرك كمان. هم بيفكروا انه سحر ممكن انه تعمل من اول مره سحر، يعني بدي اعالج الشعر في الطريقه. بدك وقت مسيو خلينا لاتصال المدام اللي حكت هلا، فينا مثلا ننصح المشاهدين انه كم جلسه عاده لحتى الشعر شوي يرد من حياته؟ شعر ما بده من 3 ل 6 شهور اكيد مفروض. فاشرح لهم يعني كم جلسه المفروض متوسط ستنا. بالنسبه للست تمارا اللي حكت معي، انا تبعت حالتها اكثر من مره، مرتين تبعت حالتها وعملت لها العلاج اللازم واستفادت شعرها، كنت تمسكيه هيك يطلع بايدك ويمغط يعني مثل المرض كاتت ما فيه ماده الكرات الالوان. انا يعني انا برضه انت زي ما تفضلتي ست احلام، انا ماني ساحر احط ايدي، انا بعطيكي علاج 1 2 3 قلت لك هذا العلاج بكلفك 1 2 3، لا ما بدي هالعلاج هذا. طب انا شو ذنبي بهالموضوع هذا؟ لازم اني اوصل لك هالملحوظه لك. طب انت ست تمارا راجعي الفيسبوك، حكيتي لي انا عندي نتيجه كثير ممتازه للشعر بس ما معي اجي اكمل للشعر، وانا شو ذنبي بهالموضوع هيدا لك؟ يعني احنا خلينا على الهواء نوصل هالمعلومه للسيدات الخوات. واخت تمارا تحسن شعرها، انا متاكد تحسن شعرها كثير كثير لإلها، وبتمنى إلها كل التوفيق والاحترام يا ربي، والله يحميها. هلا مسيو خليل بالنسبه وترجالي ست تمارا تكرم عينك. مسيو خليل بالنسبة لوصلة الشعر أو الإكستنشن أو المتعارف عليها وصلة الشعر، هلا قد إيه ممكن أصبغها؟ كل قد إيه ممكن أحممها؟ كل يعني تحكي للسادة المشاهدين كيف نعتني في هاي الوصلة؟ الشعر الطبيعي إذا نقص من الشعر، نقص الشعر الطبيعي نقص من الرأس وتفير واشتغل وانصبغ باعتبار شعر ميت. ما في روح. ما في روح. مين بيعمل له هالروح؟ بعمل له هالكوفير اللي بده يشتغل فيه واحنا بنشتغل فيه. كل قد ايه اصبغها؟ كل قد ايه احممها؟ يعني احنا صبغنا لك مثلا، صبغنا لك دارك براون، صبغنا لك اسود، صبغنا لك كذا. لو انت بعد الاستعمال هذا بشهرين بثلاثه اجى على بالك تغيري هالشعر هذا، وانا بنصح كل سيده انها تصبغ شعرها مش كل شهر، لانه الشعر بطول سنتي، تعمل روتس يا اخي في هالشهر، تعمل روتس مش تصبغ شعرها ما تتعبي شعرك وتقولي والله شعري تعب من الصبغ او ينحرق. وانحرق فهمتي علي كيف؟ خلي شوي فواصل بين هالشيء هيدا، اما بدي اكمل لك للشعر المصبوغ، بنقدر نعمله الشعر الطبيعي بنقدر نعمله لونين او 3 ألوان في طريقه صحيحه علميه، وكل ما طول الشعر بنقدر نعمله صيانه، وبنصح كل سيده حتى كل شهرين تقص شعرها لو بالضبط لازم ينقص. لازم تقصي اول اخر الشعر بيكون خلص خرب يعني لازم ينشال اكيد بيطلع شعر جديد. مسيو خليل هلا الشعر المستعار هلا عادة له طريق ناخذ اتصال بعد اذنك تكملي سؤالك. سماح صباح الخير. انا مرحبا اهلا
كيفك عيني؟ تمام تفضلي. بقدر احكي مع مسيو خليل؟ اكيد. بس كيف شايفتينا هالبرنامج؟ عم بتتابعينا من اول برنامج؟ اكيد اكيد. تفضلي اسالي مسيو خليل. تفضلي ستي. كيفك مسيو خليل؟ الله يخليكي يا رب. مسيو خليل انا مركبه اكستنشن وعم عاني، هي دائما عم عاني بغسيلها وصبغتها وحمامها والى اخره. سؤال كنت بساله ولا بقدر اتعامل معها ستنا؟ كثير كثير يعني ضروري كل مره اروح لكوافير عشان يحمم لي اياها او يصبغ لي. هلا مسيو خليلي بيعطيك الطريقه كيف تحمميها وكيف تعتني فيها في البيت. أوكي. بالنسبة لوصلات، بالنسبة لوصلات الشعر المستعار حكينا أكثر من مرة وبنرجع بنكرر لأخت سماح أعتقد أو سماح حكت معنا. سماح 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 اللي حكت معنا إنه بالنسبة للشعر إذا بتروح على كوفير مختص بيقدر يعطيك النتيجة لإلك. في كوفرية ما بيركبوا شعر وفي بنات ما بيعرفوا يركبوا شعر، في المناطق الشرقية ما بيعرفوا يشتغلوا فيها الشعر ويركبوا هالشعر. في ستات إلها طريقة معينة لتركيب الشعر. احنا طريقه الشعر اللي بتغلبك ما بتكون الكليبس واصل لفروه الراس لفروه الشعر مركب 100%، بيكون في فراغ. اثنين عمليه الحمام بدك تمسكيها هيك الوصله وتصبي عليها مي وتحمميها بهذا وتنشفيها شوي بالسشوار، تبعدي البرشه السشوار عنها هيك وتنشفيها. لما تنشف تصير تمشطيها من الاسفل للاعلى وتحط عليها كريم كثير مرطب للشعر وتركيها ومشطيها شوي شوي وفرشي، يعني اعملي لها بالسشوار كمان برشنج كثير بدها دلال وبتركبها. طبعا الشعر انا بحطها بالجرار وبعد بدها دلال بدها يعني زي ما حكوا الصبايا بدها دلال للشعر. وإذا في عندك مشكلة رجعيني وتكرم عينك وأنا بعطيك النصيحة في مركز الخليلي السيد. شكرا لك سماح. شكرا لك سماح. ناخذ ناصر السرحان. صباح الخير. راح الاتصال نقطع، ارجع احكينا ناصر تكملي. مسيو خليل هلا احنا عاده قلنا قبل شوي عن فراغات الشعر ومقدمه الراس للستات وللرجال عم بيصير فراغات، ايش مثلا فينا نعمل نحن قبل نتوصل لهالفراغ؟ كيف فينا نعتني بالشعر؟ حمام الزيت، في حمام زيت